الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي من علينا بهذا اللقاء، وأسأل الله جل في علاه أن يجعله لقاء مباركا ونافعا. هذا اللقاء سيكون إن شاء الله تعالى حول موضوع يتعلق بفئة الشباب، وهذه الفئة هي محطة بين الطفولة والكهولة والشيخوخة، وهي مرحلة القوة والبناء والنشاط، قوة بين ضعفين، كما قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. بل الله عز وجل قد امتن على عباده بأن جعلهم في الجنة شبابا، هذا من نعم الله عز وجل على أهل الجنة، أن يجعلهم في سن الشباب. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينادي مناد يوم القيامة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ليس في الجنة سقم، السقم والمرض إنما هو في الدنيا، أما إذا دخل العباد الجنة فإنها تصح أبدانهم ولا يعتريهم مرض ولا سقم ولا وجع ولا ألم، كل ذلك إنما منتهاه الدنيا. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم، وهذا الشاهد، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. لأن من طبيعة الإنسان في هذه الحياة الدنيا أنه متى تقدمت به السنون فإنه يصيبه الهرم ويمضي إلى الضعف، وتصيبه الآفات، وتحتوشه الأمراض، وتظهر على وجهه وقسماته التجاعيد، ويظهر فيه الشيب. هذه أمور ليست في الجنة. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. طيب، هذه النعمة وهذه المنة إن دلت على شيء فإنما تدل على عظمة هذه الفئة، وهي فئة الشباب، وأن الإنسان إنما يكون في عنفوانه وفي أفضل أيامه إذا كان شابا، لأن الصغير لا قدرة له، حواسه غير مكتملة، وقدرته فيها ضعف، وكذلك إدراكه، وكذلك وعيه، وكذلك فهمه. وإذا تعدى مرحلة الشباب فإنه يصير مرة أخرى إلى الضعف وإلى الخرف وإلى أرذل العمر وإلى ضعف القوة وهكذا. إذن هذه الفئة اهتم بها الإسلام اهتماما بالغا، وهي تمثل أكثر المسلمين، بل أكثر الناس شباب بين الطفولة والشيخوخة كما تقدم. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. بداية نذكر أن هذه اللفظة، لفظة الشباب، لم ترد في القرآن، وإنما وردت في السنة في أحاديث كثيرة، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الفاءة فليتزوج. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله،
قال وشاب نشأ في عبادة الله. ومن مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، من شاب ليس له صبوة. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن شبابه فيما أبله. إذن لفظة الشباب ترددت كثيرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرد هذا اللفظ في القرآن لكن ورد معناه، ورد معناه في القرآن. كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، ما آتى الله عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب، والخير كله في الشباب. ثم تلا قوله عز وجل قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لما كسر إبراهيم عليه السلام أصنام مشركي قومه تساءلوا من فعل هذا بآلهتنا، فقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى، فوصفه الله عز وجل بالفتوة. وقال وقوله سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى في سورة الكهف. إنهم فتية، شباب، شباب آمنوا بربهم وزادهم الله عز وجل هدى، فهجروا قومهم وأووا إلى الكهف. وقوله عز وجل وآتيناه الحكم صبيا، وآتيناه الحكم صبيا. إذن هذا استدلال ابن عباس رضي الله عنه على لفظة الفتوة وعلى لفظة العلم، وأنه إنما يؤتى الشباب العلم في شبابهم. كانت حفصة بنت سيرين تقول يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب، اعملوا فإنما العمل في الشباب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى اغتنام هذه الفترة من العمر، حينما قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك، إلى أن قال شبابك قبل هرمك. اغتنم الشباب، لأنه إذا هجم عليك الهرم فإنك لا تستطيع أن تأتي ما كنت تأتيه وأنت شاب. الآن يعني كثير من كبار السن يرجون أن يعود شبابهم، حيل بينهم وبين ما يشتهون. لما كانوا شبابا كانوا غافلين، لكن لما مضت السنين وصاروا إلى الهرم تمنوا لو رجع بهم الحال إلى ما كانوا عليه، من أجل الصلاة، أجل الصيام، من أجل نصرة المظلوم، من أجل فعل الخيرات التي يستطيعها الشباب والتي يعجز عنها الشيوخ، وإن أرادوا حتى يعني الشيوخ الكبار يمكن تكون عندهم إرادة الآن، يريد أن يصوم لكنه أصيب بالمرض. وكم من شيخ كبير يتحسر ويبكي لأنه لا يستطيع الصوم، أقدرش، مرض مسكين وأصيب بالضغط وبالأمراض وبالسكري وكذا، كيبكي لاش لأن الطبيب قال له ما خصكش تصوم. فهو يتمنى لو وجد طاقة ووجد قدرة ليصوم. طيب لو أن المسلم كان عاقلا وكان فطنا فإنه سيستغل هذه الفترة، لأنه يعلم يقينا أنها لا تدوم فيستغلها. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك. وطبعا من الفوائد الكثيرة التي يستفيدها المسلم أنه إذا حيل بينه وبين تلك العبادات التي كان يأتيها في صحته وفي شبابه، فإن الله عز وجل لا يتره فضله، بل يكتب له أجره كاملا غير منقوص.
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا مرض العبد أو سافر قال الله لملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما، اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا فضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل. إذا مرض العبد أو سافر، حينما يمرض العبد فإنه لا يستطيع أن يقوم الليل، لا يستطيع أن يصلي النوافل، لا يستطيع أن يسرد الصوم، لا يستطيع أن يأتي أمورا كان يأتيها وهو صحيح. وأيضا إذا سافر فإنه لا يستطيع أن يأتي الأمور التي كان يأتيها في الحضر. فالله عز وجل بمنته وكرمه يأمر ملائكته وكتبة الحسنات أن يكتبوا لعبده ما كان يعمل صحيحا مقيما. أش كان كيعمل الإنسان في الصحة دياله؟ كان يصلي كذا وكذا ركعة، كان يصوم كذا وكذا يوما في كل شهر، ثم سافر، ثم مرض، يكتب له ذلك كأنه يعمله، يكتب له ذلك كأنه يعمل. إذن هذا الموضوع الذي يتعلق بالشباب والله لا أدري من أين أبدأه، لأن قضية الواقع في الحقيقة واقع مؤسف وواقع مظلم. وإنما العبد لا ينبغي أن يستسلم لليأس ولا أن يصيبه شيء من القنوط، بل ينبغي دائما أن يكون متفائلا وأن يحمل الناس على التفاؤل، فإن في الأمة خيرا كثيرا. وإن كنا نرى هذه النماذج الكثيرة من شباب المسلمين اليوم تضيع أوقاتهم وتضيع أعمارهم وتضيع زهرة أيامهم في غير طائل، ضياع الوقت في المنكرات، في المحرمات، في الأمور التي لا تعود عليهم بنفع لا في الدين ولا في الدنيا. يا ليتهم اشتغلوا بالدنيا وغفلوا شيئا ما عن أمر الدين، لكنهم لا يحرصون لا على هذا ولا على هذا. يعني احتل واحد الوقت كانوا الناس مثلا إلى فرطوا شوية في العبادة كتلقاهم بعدا اشتغلوا بالدنيا. شباب اليوم أضاعوا هذا وهذا، أضاعوا أمر الدين وأضاعوا أمر الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وطبعا قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك يعني ترك الأمر عاما، لم يذكر شيئا محددا، ما قال احرص على الصلاة أو احرص على الصيام أو احرص على البر أو احرص على الإنفاق، وإنما قال احرص على ما ينفعك. ما ها هنا موصولة، يعني احرص على الذي ينفعك، الذي ينفعك في أمر الدين أو أمر الدنيا احرص عليه، احرص على العمل، احرص على الاجتهاد، احرص على الزراعة، احرص على يعني التجارة، احرص على الوظيفة، احرص على الأمر الذي ينفعك، لا تكن بطالا، لا تكن مضيعا لوقته، هذا هو المذموم. لكن لو اشتغلت بشيء ينفعك في الدين، في الكسب، في المعاش، لا ضير عليك، إذا لم يتعارض ذلك مع دينك، إذا لم يكن ذلك سببا في ترك دينك وفي الوقوع في المحرم، فلا حرج عليك في ذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديث كثير في هذا الباب، وأنا أريد من باب شحذ الهمم وذكر ما يتناسب مع هذا العنوان الذي وضعه إخوانكم في لجنة هذه الدار المباركة وهذه الجمعية المباركة، جمعية الإمام مالك بمدينة الداخلة، اقترحوا عنوانا في الحقيقة هو عنوان جيد: الشباب بين الواقع والمأمول. هذا الواقع، طيب ما الذي نؤمله في شبابنا؟ نحن لنا آمال ولنا تطلعات ولنا أهداف نريد أن نصل إليها، لكن الواقع كما نرى لا يخفى على أحد منا، كل صاحب فطرة سليمة وكل حس نقي فإنه يشعر بالألم إذا قلب طرفه ذات اليمين وذات الشمال ورأى هذه الجموع من الشباب
ترتاد هذه الأمور المخالفة لشرع الله عز وجل وتمضي أوقاتها في غير طائل، فإنه يتألم ويتحصن. لكن هناك ما نؤمله، وهذه الأمل لا يمكن أن يوصل إليها إلا بشيء من التخطيط، بشيء من يعني الوعظ، بشيء من الإرشاد، بشيء من بناء شخصية هؤلاء الشباب. لأن الشباب الآن يعني في الحقيقة هم ليسوا في مقام الظلم، هم ليسوا ظلمة، هم ضحايا، هم ضحايا لأفكار، هم ضحايا لبيئة، هم ضحايا لأمور كثيرة تضافرت عليهم وتكالبت عليهم من كل جانب، مع قلة الوازع الديني وقلة يعني من يرشد وقلة القدوات التي يمكن أن تتخذ من أجل أن يسترشد بها الشاب ليبلغ معالي الأمور. فلذلك من أحسن ما يمكن أن يكون علاجا لهذا الواقع الذي نراه ونعيشه أن نقرأ سير الصالحين من شباب الصحابة رضي الله عنهم وشباب السلف عموما من التابعين ومن غيرهم، حتى نعلم أن هذا الذي نحن فيه يمكن أن يتغير ويمكن أن يتبدل إلى أحسن، وأن الأمر ليس بذلك السوء الذي نظنه والذي قد يغلب علينا شيء من التشاؤم فنضع سلاحنا ونضع يعني خططنا. لا، إنسان لا بد يحاول، يستسلمش للواقع المر، بل ينبغي أن يبذر بذرة صالحة على الله عز وجل أن يهيئ من يتعاهدها بالسقي وبالرعاية حتى تثمر وتؤتي أكلها بإذن ربها عز وجل. فإذا اجتهد الناس في تربية الأبناء كل من جهته وفي تربية الطلبة والتلاميذ، يعني الآن يعني المسؤولية في الحقيقة مشتركة. كثير من الناس يحاول أن ينزع المسؤولية عن عاتقه ويلقيها على عاتق غيره. كل واحد كيتبرك يقول لك شوف هاد الشباب كذا ولاد اليوم وكذا، طيب ولاد اليوم أليسوا أبناءك وأبنائي؟ أليسوا أبناء جيرانك وجيراني؟ أليسوا أبناء إخوانك وإخواني؟ هذا الشباب، شباب المسلمين، ينبغي أن نحمل هم إصلاحهم وهم توجيههم وهم نفعهم، وأن نبذل في ذلك الغالي والنفيس من أجل أن نعينهم على ما هم فيه، لأنهم في الحقيقة يعني أصيبوا في مقتل. الآن الشباب يعني يعاني، الشباب يعاني الآن هجوم على الفكر، هجوم على الأخلاق، شهوات فتحت أبوابها. طيب كما قال القائل يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني شي واحد شدو كتفه ليه يديه ورجليه ورماه في البحر وقال لي وعندك تفزق، عندك تفزق، يعني بقى ناشف، خرج ناشف. حينما يلقى الشاب الآن في هذه الحمأة وهذا المستنقع الآسن الذي يعج بكل منكر وبكل قبيح وبكل يعني باطل، ثم بعد ذلك نرجو نجاته كيف؟ لذلك قيل ولو في غير هذه المناسبة ليس العجب ممن هلك كيف هلك، لكن العجب ممن نجا كيف نجا. مش غنتعجبوا احنا في الشباب الذين هلكوا والذين صاروا في هذا الركب يعني الفاسد، لا، هذه هي الحالة الطبيعية الآن. نحن نتعجب من الشباب الذين لم يقعوا في هذه الشهوات. هذا هو الحق. كنت أعجبك أقول لك واحد شاب سبحان الله شاب يصلي، عجيب والله، واحد شاب كيصلي، هذه مغربة، هذه شاب كيصلي، شاب ليس له نظر إلى المحرم، هذا والله عجيب. في هذا الوقت هذا وكاين الشباب اللي كيصليو، وكاين الشباب اللي ما كيوقعوش في الحرام، اللي ما مبليينش بهذا
المنكرات وبهذا السجائر والمخدرات والزنا وسير وسير. كاين شباب إيه كاين. إذن هذا هو الذي يدعو إلى العجب، لأنه حينما تتكالب يعني الخطط في يعني العالم بأسره، لأن المسائل ماشي خاصة ولا راه الناس يخططون بالليل والنهار من أجل إفساد أمة الإسلام شبابا ونساء ورجالا، لكن الهجمة تشتد خصوصا على النساء وعلى الشباب، النساء والشباب، لأنهم إذا أفسدوا فئة النساء فإن نظام الأسرة يتقوض، ينهدم، ينهد ويندك، وكذلك إذا هدموا فئة الشباب، لأن الشباب لم يشى الشباب وضع الشباب ولم تكن له اهتمامات إلا في بطنه وفرجه، وهذه الأمور تافهة، ماذا يرجى منه؟ ماذا يرجى منه؟ الآن لماذا انتشر الإجرام؟ لماذا انتشر القتل؟ لماذا انتشرت العصابات؟ لماذا انتشر قطع الطريق؟ الحرابة؟ علاش؟ إن الشباب ضاع، ما بقاش عارف الهدف ديالو شنو هو. لماذا خلقه الله؟ خلقنا الله عز وجل لنأكل، لنشرب، لنتناسل. خلقنا الله عز وجل لغاية هي أعظم من ذلك وأسمى، خلقنا لعبادته. ومتى لم يعلم المسلمون الحكمة التي لأجلهم خلقهم الله، لأجلها خلقهم الله عز وجل، فإنهم يدورون في هذه الحلقة المفرغة، غير كيدور ويمشي ويرجع يمشي ويرجع، ما تلف حائر، لا يعرف لماذا خلقه الله، ما هو السبب في وجوده في الأرض. حتى صار الآن الشباب إلى الإلحاد، شحال دابا أنتم الأضرابي هذا الشباب الآن في المدارس والمعاهد وفي الكليات وكذا، لو كيفكر كيقول لك واش كاين الله ولا ما كاينش. يعني هذا العالم هذا خلق صدفة، نرى الظلم، نرى القهر، نرى كذا، نرى كذا، إذن محال واش كاين شي حاجة، كاينش أمور تمضي هكذا يعني بغير نظام. إذن هذا الشباب ينبغي أن يحتضن، ينبغي أن ندرس طريقة التعامل مع الشباب. الآن يعني الحمد لله يعني هناك بوادر تشكر من بعض الهيئات والمنظمات التي صارت ترسم خططا للتعامل مع الشباب، لأن الشباب لا يقبلوا في الغالب هذه العظة المباشرة. تجيب الشاب تقول له أجي غادي نتكلم معك على الدين، الدين شو ندير أنا بالدين؟ هو عنده واحد طريقة ديال الحوار، طريقة ديال التفكير، طريقة ديال يعني المعلومات، كيف يقبل وكيف يرد وكيف يناقش وكيف يحتج. فلا بد لمن يريد أن يقنعه بشيء أن يكون في مستوى الخطاب، وأن يحاول تجديد الخطاب الذي يليق بالشباب. ماشي الشاب تجي وتكلمه كما تكلمه صاحب الفطرة السوية من كبار السن، من الذين لم تتلوث أفكارهم ولم يقرأوا ولم ينظروا في هذه الأفكار التي تبث من وراء البحار. الناس اللي كنكونوا على الفطرة خلاص كتكلموا كما كان الصحابة رضي الله عنهم، يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون إليه فيكلمهم بالقرآن فقط، يقول لهم القرآن صافي، آمنا بالله، يحدثهم بالحديث، يأمرهم، ينهاهم، يوصيهم، يخبرهم، يقص عليهم أغراض ديال القرآن، صافي كيقتنعوا كيعملوا. الآن لا، الشاب الآن يريد أن يشرك في الحوار، كيجي بعدا كلمني قول لي اش كاين، أعطيني فرصة ديالي التنان، عندي أمور أريد أن أعبر عنها. إذن لا بد لمن يحاور الشباب أن يحاول أن يأخذ وأن يقتطع من وقته شيئا ليدرس عقلية شباب اليوم. نعرف العقلية ديال الشباب اليوم، كيف يفكر، ما هي منهجيته، كيف يقبل المعلومات، كيف يرد يعني المعتقدات، كيف، ما الذي يجول في خاطره. لذلك قضية التشخيص يعني وإن أخذت وقتا طويلا لكنها مهمة. الآن يعني يحتفل المرض الآن العضوي، الآن ربما واحد الإنسان كيمرض
وكيمشي كيقول لك مشيت عند هذا الطبيب راه ما عرف والو، مشى عند الطبيب الاخر راه ما عرف والو، وراه دوزت الراديو ودوزت كذا ودوزت السكانر ودوزت ما عرف والو، مشى عند الثالث ومشى عند الرابع ومشى عند الخامس. طيب هذا الوقت الذي امضاه فيه تعرف على الداء، هو باقي كيقلب غير على شنو هو المرض، اخذ وقتا طويلا، لكن حينما وجد طبيبا حاذقا وعرف داء سهل عليه وصف الدواء. قال لي صافي، لا انت الحمد لله راه عندك غير واحد الحبه واحد الالتهاب في كذا كذا، خذ لك واحد الدواء كيسوى كذا وكذا ثمن زايد واشربه على جرعات واحترم هذه الجرعات والحمد لله يجيب الله الشفاء، ويكون الامر كذلك. اذا القضيه ديال قضيه التوصيف والتشخيص قد تاخذ وقتا، لكن العلاج يكون بعد ذلك اسهل. احنا هذه مشكله عندنا احنا في المسلمين عموما، دائما تحملنا العجله على تخطي هذه الدرجات، مزروبين بغينا دغيا نوصلوا للنتيجه. الا جيتي تتعلم شي حاجه كيقول لك وا خصك دير كذا كذا، واش انا غادي نبقى هكذا، ارى لي المعقول. يريد ان يصل مباشره الى الهدف، وتلك المراحل مهمه لا بد منها، لا بد منها، وهذا فعل الناجحين حتى في قضية تخطيط للشركات وللمقاولات ولغيرها. ملي كيقضي واحد المدة طويلة في قضية تخطيط وفي قضية يعني وضع البرامج وكذا، من بعد التنفيذ كيجي سهل، لأنك يعني تنفذ تلك الأمور وقد وضعت لها خطة محكمة، يعني حاولت أن تجمع فيها يعني سبل النجاح التي قد تؤدي إلى الثمرة المرجوة. إذن هذا الذي ينبغي أن يخوضه كل مرب، سواء كان أبا أو أما أو مدرسا أو مربيا في معهد، والمسؤولية مشتركة، مسؤولية مشتركة. أيضا هذا التناقض الذي نراه الآن ونجده بين المربين حينما تختلف أفكار الناس الذين يتواردون على الشباب، لأن هذا الشباب خصنا نعرفه الآن حينما يكون في بيته يسمع خطابا معينا، بغض النظر كان الخطاب قويا أو ضعيفا، صحيحا أم خطأ، يعني كما كان يسمع واحد خطاب معين، لكنه إذا مضى إلى المعهد أو إلى المدرسة أو إلى الكلية فإنه يسمع خطابا آخر. والآن تعلمون أن هذه المراكز وهذه الجامعات تعج بالأفكار المنحرفة. الآن هناك من الأساتذة من ينشر الإلحاد، هناك من الأساتذة من ينشر الأهواء، هناك من الأساتذة من ينكر قطعيات الدين، ومع ذلك تمر بين يديه أجيال من شباب المسلمين فيحشو أفكارهم بما شاء حسب قناعاته وحسب ما يرى. هذا الشاب الذي تتوارد عليه هذه الأفكار المتباينة والمختلفة، كيف تظنون أنه سيقبل بعضها ويترك بعضها؟ ليش كأنه سيركن إلى أقربها إلى عقله. كيقول لك وهذا الكلام اللي كان سمع في الدار ماشي هو بحال الكلام اللي كان سمع فيه عند الأستاذ الدكتور كذا، هذا راه قاري وهذا راه فاهم، ولو كان خطاب البيت أقرب إلى الله عز وجل من الخطاب الذي يسمعه في المعهد، ولكن هو القياس دياله ماشي هو قياس فطري، وإنما القياس كيقول لك هذا كيجيني بمقدمات منطقية وكذا وكذا، إذن كذا إذن كذا إذن النتيجة هي هذه. لكن ذلك الأب المسكين وذلك المربي الذي لم يطور طريقة خطابه يبقى دائما معزولا، ويبقى كلامه مرجوحا، ويبقى كلامه هرطقة وسفسطة، ويعني ما لا يقبل. يقول لك واش هذا اش كيقول، واش شوف قارن بين هذا، شوف الكلام ديالو كيف قاد ومرتب وكذا، والاخر كيقول لي لا خاصك كذا واتقي الله وكذا، فلا يقبل هذا ويقبل ذا. اذا هذه لابد من وضع هذه الامور نصب العين، دائما ما تغيبش على المربي الذي يريد ان تكون له يعني بصمه في اصلاح حال الشباب، لا بد ان ينظر
إلى هذه الأحوال التي أشرت إلى بعضها. طيب أنا أذكر لكم كيف كان يعني الشباب، كيف كان الشباب. يذكر المسعودي في شرح المقامات أن المهدي العباسي لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية وهو صبي، إياس بن معاوية صبي، بقي صغير صبي، وخلفه 400 من العلماء وأصحاب الطيالسة، وإياس يتقدمهم، هذا صبي يتبعه 400 من العلماء عليهم الطيالسة، هذا كان عنوانا لأهل العلم، يلبس طيلسانا ويلبس عمامة، يتبعون صبيا وهو يتقدمهم. فقال المهدي: أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث؟ هذا خليفة. قال: ما لقاو كاع شي واحد اللي كبير وبعقلو هو اللي جي قبل منهم، جايبين هذا الشاب صغير هو اللي. ثم إن المهدي التفت إليه وقال: كم سنك يا فتى؟ كم سنك يا فتى؟ مش عارف عمرك. قال: سني، أطال الله بقاء الأمير، سن أسامة بن زيد لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم أبو بكر وعمر. فقال المهدي: تقدم، بارك الله فيك. يعني عرف رجاحة عقله وعرف السبب الذي لأجله تقدم العلماء. ما قال لي شي سني كذا وكذا وأعطاه رقما، لا، قال لي السن ديالي هو السن ديال أسامة بن زيد رضي الله عنه لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم له اللواء وجعله أميرا على جيش فيهم كبار الصحابة أبو بكر وعمر فما دونهم. يعني هذا يدل على رجاحة العقل وأن الأمر ليس بالسن. ولذلك أيضا لما وقف بعض الشباب من أهل الذكاء والفطنة بين يدي أمير من الأمراء فأراد أن يتكلم، قال له يعني كبر يشوف شي واحد كبر وانك يتكلم، قال: والله يا أمير المؤمنين لو كانت العبرة بالسن لما كنت أميرا علينا، ففي الناس من هو أسن منك، في الناس من هو أسن منك. فقضية العبرة يعني بالمقومات كثيرة وليس العبرة بالسن. وهذا الشباب في الحقيقة اهتم به علماء الإسلام اهتماما بالغا. يقول محمد بن شهاب الزهري، يعني العالم راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من ثقات الذين روايتهم في الصحاح وفي غيرها، يقول: لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل، من كجيش معضلة شي نازلة قوية، دعا الفتيان واستشارهم يبتغي حدة عقوله. يدعو الفتيان ويستشيرهم، يجمع الصغار، لا نحن الصغار إلا بغى يتكلم الصغير يقول اسكت انت، اسكت انت باقي صغير اسكت، فنربي فيهم روح الانهزام. لكن سلفنا كانوا يشجعونهم ويشركونهم في أمرهم من أجل أن يحس الشاب بأنه له من المسؤولية ومنه من المكانة. الآن هذه سبحان الله، يعني إحنا أذكر بأننا لما كنا صغارا كان آباؤنا ينظرون إلى هذا، مع أنهم لم يكن معهم علم، لكن كان عندهم من الحكمة ومن التجربة ومن الحنكة ما انتفعوا به وما نفعوا به أبنائهم. كانوا دائما كي يشركوا الأبناء ديالهم كيكون صغير، باقي صغير، كيقول لي سير ولدي دير هذه، اعمل هذه، سير هذه. حتى في قضية الآن، يعني ربما يعني الشاب يكون عنده 18 عام ولا يأمنه أبوه على درهم، كيقول لي لا غادي نشوف فلان راه ما يدير شيء، ما يقضي شيء، ما يتكلفش بهذا الشيء. لكن يعني كنا يعني نمضي إلى الإدارات ونستخرج الوثائق ونفعل ونفعل، باقي صغار مشيت قضى وتقوف هذا وتسخر وتجيب كذا. علاش؟ تحس بالمسؤولية، لأنك شاب وقد وضعت فيك ثقة، فأنت ينبغي أن تبرهن بأنك قادر على أداء تلك المسؤولية، وأنك لم تعد صبيا يستهان به، لكنك صرت شابا ولا يفصل بينك وبين الرجولة إلا
إلا أشهر أو سنين قليلة. فهذه يعني من المسائل يعني التربوية المهمة التي ينبغي أن يتعاهدها المربون مع الشباب، يستشارون، يطلب رأيهم، سواء قبلنا آراءهم أو رددناها أو عدلنا منها أو هذبناها أو شذبناها، لا حرج. فحتى قضية أهل الشورى يعني مثلا يقبل بعض قولهم ويرد بعض قولهم، ما حرج، ما كاينش حرج، ولكن غير باش نحس به منه ونقول ولاش عندك تكلم. الآن يعني الشباب يقصون من المشاركة في الاختيارات حتى في الأسر. الأسر الآن إذا أرادوا أن يعملوا أمرا يعني يغيبون الشباب، يقول الشباب عنده 16 عام و 17 عام و 18 وكذا، فكيقرر الرجل والمرأة فقط. لماذا؟ كيقرروا الأمور ديال السفر، الأمور ديال الانتقال، الأمور ديال كذا، فيجد ذلك الشاب نفسه كأنه عالة، وأنه لا يستشار، وأنه لا قيمة له، وأنه مثله مثل متاع البيت، بحاله بحال هذيك الثلاجة وبحال هذاك الفراش. يعني وقت ما بغاو يمشيو هما لهنا يمشيو يديوه معاهم يهزوه، اجي انت معنا محمد زيد. فكيحس هو بهذاك دائما بان ما عندوش قيمه، لكن ينبغي ان يشرك، ينبغي ان يؤخذ رايه وان يسمع منه. فهذا هو الذي ينمي هذه القيمه في نفوس الشباب. زيد بن ثابت رضي الله عنه جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه يحفظ كذا وكذا سورة مما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا زيد تعلم لي كتاب يهود، تعلم لي كتاب يهود، تعلم واحد اللغة ديال اليهود، ما نعرفوش احنا اللغة ديال اليهود. قال له: تعلمها أنت، تكلف، هذه مهمة، مهمة أوكلها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي. قال له: تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي، ما عنديش ثقة في اليهود، لأنني إذا جاء كتاب من اليهود فإنني لابد أن أدعو يهوديا يحسن لغتهم فيقرأ، فربما قرأ شيئا محرفا، وإذا أردت أن أرد عليهم ربما أمرته أن يكتب شيئا فكتب شيئا آخر، واليهود أهل غدر وخيانة عرفوا عبر التاريخ. فأمر زيدا أن يتعلم كتاب يهود لأنه لا يأمن يهود على الكتاب. قال زيد: فتعلمت كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، 15 ليلة وتعلم اللغة ديال اليهود وصار حاذقا فيها، مش غير بحال كي تتعلموا هاد الناس ديالنا هاد لي فوقيد، غير كي يشد شي كلمه بحال دوك اللي كانوا كنسمعوا دوك لي زانديان، غير كي لاقي كلمه مع كلمه. لا، تعلم كتاب يهود وحاذقه، ولا حاذق في هذيك اللغه، لا يفوت شيئا من كلماتها ولا مفرداتها. فاش 15 ليله هذه الهمه اللي عند الشباب. قال: فكنت اقرا له كتبهم اذا كتبوا اليه، واجيب عنه اذا كتب، واجيب عنه إذا كتب. طيب، من يعرف كم كان سن زيد لما تعلم السريانية؟ كم كان سنه؟ كان سنه 11 سنة، كان سنه 11 سنة. احنا دابا الشاب ديال 11 عام هو اصلا ليس معدودا في الشباب، حتى قضية المنظمات الان. انا قرأت يعني هذاك الخطاب ديال منظمات دولية كذا لحقوق الطفل، يعدون طفلا كل من عمره أقل من 18 سنة. يعني الشاب الآن اللي عنده 17 عام طفل، طفل 17 عام بقي طفل، هذه الطفولة عندهم. 18 عام عاد كيبدأ، أما تحت 18 عام كاين غير أطفال. عنده 11 عام وتعلم كتاب يهود في 15 ليلة. الآن 11 عام شنو عند الطفل ديالنا حنايا؟ 11 عام باقي يشوف الرسوم المتحركة، 11 عام يعني له اهتمامات يعني ساذجة، له اهتمامات يعني ضعيفة جدا، لأن قضية تنمية العقول وتنمية الإدراك يعني تحتاج إلى إرادة أولا، خصنا إرادة، خصنا هاد الشباب ما نخليهوش يضيع،
ننميوه. لا، لأن الآن نحن الآن في صراع، أعداء الإسلام قد غزوا المسلمين وخصوصا الشباب بكل الملهيات. أنا قلت بأن واحد الوقت كان يعني الشباب حتى لما اجتهدوش وما قراوش على الأقل كيعملوا. كنا كنعرفوا الناس اللي ما تبعوش قرايتهم وما هذا كيديروا تكوين، كيتعلموا شي صنعة، كيديروا الفلاحة، كيديروا كذا كذا. لا لا، الشباب الآن فارغ لا يريد أن يعمل، ومع ذلك يريد أن يكون غنيا. بما لست أدري، ويدعي بأنه مظلوم وأنه مقهور. يعني الآن الآباء يصرفون أموالهم وينفقون أموالهم دروس الدعم والتقوية وكذا وكذا، ويصرفون أموال كثيرة من أجل هؤلاء الشباب، من أجل أن يكونوا صالحين على الأقل في الدنيا. أنا باقي كنركز على القضية، خلي الدين جانبا إلى حين. حتى في قضية الدنيا لم يجتهد هؤلاء الشباب في تحصيلها. علاش؟ لأنهم انهزموا أمام هذه الشهوات. شنو هي دابا الغاية ديال الشباب؟ هو يتفرج في الكرة، إلا كان عنده شي بلي خصو يشبع الرغبة ديالو، وطبعا ما عندوش موريد، ما عندوش كسب. إلا كانوا عنده والديه يعني ميسورين وكانوا قد جمعوا إلى اليسار جهلا، فإنهم يغدقون عليهم الأموال، كيقولوا له أنت ولدي ما تخدم ما تقرأ ما والو، إحنا نعطوك، فيساعدونه على ما يريد من إهمال نفسه، حتى إذا أفضوا إلى ما قدموا بقي وورث تلك الأموال ثم ضيعها في لحظات. وهذا الشيء راه واقع معيش، وشاهدنا من هنا نماذج كثير بأن الأبناء والشباب ما كيقدرش يوصل لواحد النتيجة اللي وصلوا لها الآباء من تنمية أمر الدنيا ومن الاجتهاد في جمعها وتحصيلها، فإذا ورث أموالا لم يتعب في تحصيلها فإنه يضيعها، أو لا يحس بالتعب الذي كابده الآباء من أجل أن يجمعوا تلك الثروات. إذن الشباب شنو خصهم؟ خصهم يتفرجوا في الكرة، ويتفرجوا في الأفلام، ويتفرجوا في الأغاني، ويسهروا ويديروا الموبقات والمنكرات. هذه الحياة، هذا هو كل ما يتمناه كثير من شباب المسلمين اليوم. إذن ينبغي أن يعلم الشباب أن هناك شبابا كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم تطلعات، وكانت لهم أفكار، وكانت لهم عبادات، وكانت لهم حماسات، ينبغي أن يقرأها شباب اليوم لعلهم يقتبسون منها نورا، ولعلها تشحذ هممهم وترفع من خسة هذه الهمم الدنيئة. قضية الصحابة رضي الله عنهم الحقيقة هي قضية جوهرية، ودائما لا نجد قدوة أفضل من الصحابة، لأن القدوة هذه طبيعة الإنسان، هو مجبول على التأسي وعلى الاقتداء. وأعداء الإسلام اليوم لم يفعلوا شيئا إلا أنهم حولوا الناس من قدوة إلى قدوة. يعني هو الإنسان يعني بطبيعته خصو يقتدي، بالطبيعة ديالو خصو يقتدي. فأنت إذا كنت تقتدي بالأخيار فإنهم جاءوا فحولوا نظرك إلى الاقتداء بأناس ليسوا بأخيار وليسوا بناجحين على الحقيقة. لأن شنو النجاح؟ النجاح هو يصير الإنسان بطل فاش في الرياضة، باش يكون مشهور فاش في الغناء في الرقص، يكون عنده مثلا قناة يعني يثير فيها أمورا تافهة يجمع فيها أموالا من غير تعب يذكر، صافي هذا هو. راك يقول لك راه فلان راه ناجح، فلان راه مشهور، فلان كتدخل عليه أموال كثيرة. هذا والله ليس هو النجاح، هذه فقاعات صابون يعني تمضي سريعا، ولكن حينما يستفيق صاحبها من هذه النشوة ومن هذه السكرة سيجد نفسه خاوي الوفاض، ما عنده حتى شي حاجة، ما حصل حتى شي حاجة. والآن يعني تعلمون يعني كثير من الناس الذين وصلوا من الشهرة إلى ذروتها ثم سقطوا سقوطا ذريعا، وصلوا كانوا مشهورين
كانت تتكلم عنهم جرائد والمجلات، وكانوا يستضافون في قنوات والاستطلاعات وفي كذا وكذا، لكن لما فترت شهرتهم لم يعد يسأل عنهم أحد، وماتوا في صمت بعد أن هجمت عليهم الأمراض وهجم عليهم الفقر، وتفرق عنهم من كان يحيط بهم، لأن الناس يعني أتباع يعني الشهرة وأتباع المال، ما بقت عندك شهرة، ما بقى عندك مال، ما بقى ما يستفدوا منك الناس، تركوك تصارع آلامك وتعيش على ذكرياتك. لذلك العبرة هو باش أش قدم الإنسان، ماذا قدم، ماذا عمل، هل هذا الذي يعمله الإنسان ويفعله هل هو أمر مشروع، هل هو الذي لأجله خلقه الله عز وجل، أم أنها أمور يعني تافهة وأمور لا قيمة لها. إذن الصحابة رضي الله عنهم غادي نذكر غير نماذج على اختصار باش نختصر إن شاء الله ونكمله. أنا أريد أن أذكر لكم يعني غير قضية الأعمار، الصحابة اللي كان سمعوا عليهم وكذا شحال كانت الأسنان ديالهم، شحال كان عمرهم. أبو هريرة رضي الله عنه هو راوية الإسلام وأكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة دوس كان عمره 27 سنة، كان عمره 27 سنة، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، كان عنده 27 عام وصحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. إذن هذا الكم الكثير من الحديث الذي رواه أبو هريرة سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 3 سنين. بس شوف الهمة الآن، دابا شو واحد اللي بغى يطلب العلم ربما يمضي 10 سنين، كتلقى 20 عام ولا 30 عام باش هو بدا يطلب العلم. كتقول ليه فين وصلت؟ كيقول لك احنا غاديين. واخا فين وصلت؟ يقول لك واش ختمت القران؟ يقول لك هو المهم شويه راه كنت حفظت شي سوره ومشات ليا، وعاود ثاني كنحاول نردها، وعاود الاخرى هربات ليا من هنا وكنجيبها من هنا. هذا الرجل رجل مبارك، لزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، لم يكن له هم في الدنيا وإنما همه في العلم، فحفظ ما لم يحفظ غيره، وكان يحضر إذا غابوا، وكان يحفظ إذا نسوا، وكان يقول حينما يعيب عليه بعض أصحابه حديثا يستغربونه، كان يقول إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق، وإخواننا من الأنصار شغلهم إصلاح حوائطهم، هذا مشغولين في التجارة وهذا مشغولين في الفلاحة، وكنت امرأ ملصقا بقريش لا آوي على أهل ولا مال، وإنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، إلا جات شي هدية كي يعطيه منها، ولا جات شي صدقة يرسلها إلى أهل الصفة، وأهل الصفة أضياف الإسلام كانوا يعني يبيتون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. إذن 3 سنين وتعلم هذا العلم الكثير ورواه رواية كثيرة الآن في جميع أقطار الدنيا، لا تكاد خطبة ولا موعظة تخلو من ذكر أبي هريرة والترضي عنه. هذا هو الشرف، هذا هو الشرف، هذا هو المجد، هذا هو حسن الذكر الذي يكتبه الله عز وجل للعبد في كل بلاد الدنيا. ما من خطيب يخطب فوق منبر من منابر الإسلام إلا ويقول قال أبو هريرة رضي الله عنه، روى أبو هريرة رضي الله عنه في كل أقطار الدنيا. إذن هذا الرجل هذا لم يكن شيخا كبيرا وإنما كان شابا. مالك بن الحويرث رضي الله عنه جاء في طائفة من أصحابه كما في صحيح البخاري قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، رحلوا من أجل طلب العلم، ما كانوش من أهل المدينة وإنما جاءوا وهم شباب متقاربون، فمكثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده 20 ليلة. قال حتى ظن أن اشتقنا إلى أهلنا، فقال اذهبوا
ولي أمكم أكبركم وكذا وكذا وعلمهم. قال صلوا كما رأيتم من يصلي، هذا هو الحديث ورويه ومالك بن الحويرث، صلوا كما رأيتم من يصلي. إذن شباب في سن صغيرة ومع ذلك يرحلون من أجل طلب العلم. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان من علماء الصحابة، ومن فضائله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوى، يأتي أمام العلماء برتوى. رتوى اختلف فيها العلماء، قالوا برمية حجر، برمية سهم، يعني من يتحشر العلماء ويفيدون على الله عز وجل، هل علماء هم غادين مجموعين؟ وسيدنا معاذ رضي الله عنه هو فينا، هو سابقهم برتوى برمية حجر. طبعا العرب كانوا يقيسون المسافات بهذا، يقيسون المكان والزمان بما يعهدونه في حياتهم. رمية حجر يعني الإنسان اللي أخذ حجرة أرمها فين غادي توصل، شحال غادي توصل مثلا 10 متر 20 متر، يعني هذاك الرمية تما فين كاين سيدنا معاذ سابق هو الأول عاد تبعينه العلماء، هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. وكان يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ولذلك كان يختاره فيبعثه إلى الأنصار معلما وقاضيا، وقصته من أشهر القصص اللي هي بعثه إلى أهل اليمن لما قال لو إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول. فقضية كان كيختار العلماء هم الذين يصلحون لهذه المهام. كان عمره رضي الله عنه لما مات توفي في طاعون عمواس، يعني في السنة 18 للهجرة، كان عمره 33 سنة وقيل غير ذلك، 33 سنة هذا العمر دياله كله لما خرج من الدنيا. كذلك عبد الله بن عباس كان غلاما ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، فكان كذلك، فكان ترجمان القرآن، وكان يقول عن نفسه والله ما في كتاب الله من آية إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيما نزلت، ولو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه المطايا لركبت إليه. ما كاينش شي آية في القرآن إلا وكان عرف وقتاش نزلت وشنو السبب ديال النزول ديالها، وكن نعرف شي واحد عنده علم زائد على ما عندي تبلغه المطايا لركبت إليه، نمشي نركب ونمشي نسوله وأزداد علما. هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا باب الجهاد أيضا هناك صحابة كثيرون، هذا الفصل غادي نجاوزه، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هادو باش يشاركوا في الجهاد، كانت أعمارهم 14 سنة، وكيجي كيعرض نفسه باش يمشي يخرج مع الجيش فيستصغره الرسول صلى الله عليه وسلم، كيقول أنت باقي صغير رجع. كيجي السنة الأخرى والغزوة الأخرى كيجي كيقول عندك 15 عام سير، ويقبله ويجيزه. صحابة كثيرين كعمير بن أبي وقاص يعني أخو سعد بن أبي وقاص، وكذلك غيره من الصحابة، زيد بن ثابت أيضا استصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ورده، يعني في غزوة بدر ما قبلش زيد بن ثابت لأنه كان في سن 13 عام جاء باش يشارك في غزوة بدر فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يشهد غزوة أحد كان عمره 14 سنة فرده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكان أول مشهد شهده هو غزوة الخندق وكان عمره 15 سنة. إذا ماشي عنده هو تردد، كيجي عرض نفسه كيقول أنت باقي صغير، العام جاء عاوتاني هانا أنا باقي على العهد باقي موجود أريد أن أنصر ديني. طبعا هذا كان جهاد اللي هنا إحنا دابا إحنا كنتكلموا غير على مسائل اللي هي متاحة وأمور اللي هي مقدور عليها، ومع ذلك نجد التقاعس. كنقولوا الناس غير قراوا دينكم، أجيوا حفظوا القرآن، أجيوا تعلموا العلم، أجيوا تعلموا الحلال والحرام، ومع ذلك لا نجد إقبالا ولا نجد يعني قبولا لهذا الأمر. هؤلاء كانوا يعرضون أنفسهم من أجل المشاركة في الغزو، والمشاركة في الغزو فيها تعرض للنفس للتلف، قد يرجع منصورا وقد يمضي إلى الله شهيدا. ومع ذلك كانوا صغارا لكنهم كانوا كبارا،
صغارا في السن كبارا في الهمم، هممهم أكبر من الجبال رضي الله عنهم أجمعين. كذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وسمرة بن جندب واستصغرهما يعني في بعض الغزوات. شباب الصحابة يعني هذا الباب يعني طويل، أنا ما كاين لاش نتكلم فيه، أنا أريد أن أخلص إلى قضية، أنا عندي يعني جمعت مسائل كثيرة هنا في قضية شباب المسلمين. محمد بن القاسم الثقفي كان من أشهر الفاتحين في دولة بني أمية، وقاد الجيوش وهو ابن 17 سنة، 17 عام قاد الجيوش، وفتح السند وفتح الهند ووصلت فتوحاته إلى مشارق الأرض. السند اللي هي باكستان الآن، السند والهند فتحها هذا الشاب عمره 17 سنة، هو قائد الجيوش. قتيبة بن مسلم فتح الحصون ووصلت فتوحاته إلى الصين وإلى الجمهوريات المعروفة الآن في روسيا، يعني الاتحاد السوفيتي سابقا. قاد الجيوش وعمره دون 30، بقي ما وصلش 30 عام. محمد الفاتح القائد الذي فتح القسطنطينية كان عمره 25 سنة، والقسطنطينية كما تعلمون استعصت على المسلمين طيلة 8 قرون، 8 قرون يحاول المسلمون فتح القسطنطينية فلا يستطيعون، حتى جاء محمد الفاتح ففتح الله على يده ونال بركة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد من حديث بشر الغنوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية. طبعا هذه الأحاديث التي فيها بشريات لا بد أن يقرأها المسلمون وأن يعتنوا بها لتبعث فيهم روح الأمل، لأن الإنسان حينما يرى تكالب أعداء الإسلام على المسلمين ويرى ضعف المسلمين ويرى تفرقهم وتشتتهم قد يتسرب إليه اليأس ويظن أنه لا تقوم للمسلمين قائمة. كيقول المسلمين صافي، المسلمين مشاو، المسلمين ضاعوا، المسلمين تشتتوا، ما يمكنش بقي، واش المسلم بقي بينوض؟ لكنه إذا قرأ التاريخ ووقف على أنه مرت بالمسلمين إحن ومحن كانت مثل هذا أو أكثر، ومع ذلك بعث الله روح الحياة في هذه الأجداث فقاموا وانبعثوا ورجعوا إلى الدين. يعني هذه الصحوة الآن التي نعيشها الآن، يعني بالله عليكم الآن قبل يعني 30 أو 40 سنة شكون هو اللي كان يصلي في المساجد؟ شكون كان يصلي؟ جدي وجدك هم الذين كانوا يعمرون المساجد، حتى والدي ووالدك ربما كانوا لا يعمرون المساجد. شكون اللي يصلي؟ كيصلي غير هذاك من 60 عام و70 عام، حتى إذا ضعفت قوته ولم يعد به حراك قال يعني ما بقي إلا حظ المسجد. يقول هذا الشيء اللي بقى، الشيء اللي بقى يدوز طاعة الله، الشيء اللي كيقول. لكن الشباب ما كانوا يفكرون، مع أنني أكرر مرة أخرى بأن الشباب كان يعني منهمك في الدنيا، راه خدام، راه في فلاحة وفي الصناعة في كذا، ولكن قضية الدين وقضية الفهم وقضية العلم وقضية المسائل كانت مغيبة. لكن شاء الله عز وجل أن يبعثها، فصرنا نرى أناسا يحفظون كلام الله عز وجل ويجودونه ويتقنونه، بل صرنا نرى نساء حفظنا كلام الله عز وجل وختمنا القرآن وتعلمنا كثيرا من المتون وكثيرا من العلوم. هذا في الحقيقة يبعث على الأمل بأن الإنسان مخصوش يأس. إذا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الصحابة كيقول لهم: لتفتحن القسطنطينية. قسطنطينية الآن فين كاينة قسطنطينية؟ يعني كاينة في تركيا. وغادي تفتح رومية، عرفت رومية شنو هي؟ رومية هي اللي كاينة الآن في إيطاليا، احنا قرب يعني معقل النصارى الأكبر، تما فين كاينة الرومية. الرسول صلى الله عليه وسلم كيخبرنا ونحن والله على يقين بأنها ستفتح. لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، لنعم الأمير أميره، يثني الرسول صلى الله عليه وسلم على محمد الفاتح.
لأنه هو أمير ذلك الجيش، ولنعم الجيش ذلك الجيش كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قضية العبادة التي كانت في الصحابة، أذكر لكم مثالا واحدا. الصحابة كانوا عبادا، قضية عبد الله بن عمر كان شابا وكان يجتهد في قيام الليل، وكان عزبا بقي ممزوش، وكان يبيت في المسجد. فمرة رأى رؤيا أفزعته، شاف واحد حلم، وجاء وقصه على أخته حفصة، رأيت كذا فيما يرى النائم كذا وكذا، فقصت تلك الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأى كأنه قامت القيامة وأنه أتاه ملائكة العذاب وأخذوه إلى النار. فاطلع إليها فإذا بها يحطم بعضها بعضا، فارتاع خاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، هذا باقي شاب، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. يقول عبد الله: فوالله ما تركت قيام الليل بعد ذلك أبدا، ما بقيش ترك قيام الليل، لأن هذه تزكية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، أش خصه؟ خصه غير قيام الليل، لو كان يقوم الليل فإنه سيصير يعني في أحسن حال. فعكف على هذا الإرشاد ولو لم يكن مباشرا، ومع ذلك قام الليل ولم يتركه بعد ذلك أبدا. قصة عبد الله بن عمرو بن العاص هي قصة عجيبة. هذا كان شابا صغيرا، وزوجه أبوه من أجمل نساء قريش، اختار له فتاة يعني جميلة حسنة وسيمة. ماذا فعل عبد الله؟ عضلها، تركها ولم يقربها. فمرت أيام فجاء عمرو بن العاص والده، جاء فسأل الفتاة، قال لها: كيف حال عبد الله؟ كدير معك هذا الرجل يعني ما مخسر لك خاطرك يا كما؟ قالت: نعم الرجل لربه، نعم الرجل لربه، لكنه لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. فأبلغت في الشكوى، فغضب عمرو وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بالله عليكم بغيتكم غير تصوروا واش يمكن حنا نحلموا يكونوا ولادنا غاديين للطاعة وحنا كنردوهم نقول لهم نقصوا شوية من الطاعة. هذا حلم الإنسان إلا حلم يقرص راسه يقول لك فيق فيق، حلم. حنا كان يعني نجتهد بأن نرد أبناءنا عن المعاصي وعن المحرمات الصريحة، ونسمح لهم بكثير من الأمور اللي فيها خلاف الأولى وكذا. لا، هو يشكو ولده للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم استدعاه يعني كما يستدعى الإنسان الآن المحكمة. فقال له: ألم أخبر بأنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ يعني هذه التهمة هذه واشتبت عليك؟ فقال عبد الله: قد كان ذلك يا رسول الله. كاين ما نخبيو هذا الشيء اللي عطى الله. قد كان ذلك يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى القصد وإلى الاعتدال. قال له: ما خصك تدير هكا، قم من الليل كذا وكذا، واقرأ من القرآن كذا وكذا، وصم من الشهر كذا وكذا. أشنا هو الخطاب ديال عبد الله بن عمر؟ ماشي سلم مباشرة وقال لي صافي اللي قلتيها اللي كاين، لا، كيقول له صم كذا وكذا، اقرأ كذا، كيقول لي إني أطيق أكثر من ذلك، كيقول لي ختم القرآن في 40 ليلة، في 40 ليلة، كيقول لي لا 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 ما كافينيش، أنا أطيق أكثر من ذلك. قال: اختمه في شهر. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 20 ليلة. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اختمه في 10 ليال. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: اختمه في 7. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: اختمه في 3. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. هذا هو الحد، لا أفضل من ذلك. من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. يعني شوف، هو يجادل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأذن له بالاجتهاد في العبادة. ما تنقص ليش بزاف عاود تاني، ما تضيعنيش.
لذلك واحد العبارة ساقها الذهبي رحمه الله في هذه القصة، قال له: يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي، دعني أستمتع بشبابي، خليني نتمتع بالشباب ديالي. لو قالها شباب اليوم ماذا يعنون بها؟ إلا شي شاب الآن قال لك خليني نتمتع بالشباب ديالي، اش غادي؟ لا شك أنه لا ينصرف ذهنك إلا إلى المعاصي. بغيت يتمتع في الغناء، بغيت يتمتع في الفسق، بغيت يتمتع في الفجور، لكن هذا يريد أن يستمتع بقراءة القرآن، يريد أن يستمتع بالصيام، يريد أن يستمتع بقيام الليل. دعني يا رسول الله استمتع بشبابي. هذا هو الشباب ديال الصحابة اللي خصنا نقراو السير ديالهم، واللي خصنا نتخذهم قدوة، ماشي نتخذوا اليهودي والنصراني ولاعب الكرة والمغني والراقص والكذا، هادو ماشي قدوة. هادو هادو يعني الأصل فينا أننا نبتعد عن طريقتهم ونستعيد بالله من طريقتهم في كل صلاة نصليها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والناس لا يحبونهم، وقد ضاعت معالم الولاء والبراء من شباب المسلمين اليوم. كيقول لك: أنا عزيز علي هذاك اليهودي، عزيز علي هذاك النصراني، كان بغي هذاك، كان حماق عليه، كان شوفه، كان طيب. أين الولاء والبراء يا أمة الإسلام؟ أين الولاء والبراء يا أمة الإسلام؟ إذن ينبغي أن يعود المسلمون إلى هذا الأنموذج من نماذج الصحابة رضي الله عنهم. قضية تضييع الأوقات في الحقيقة يعني هي من المسائل القاتلة الآن. تضييع الأوقات، الشباب تضييع الأوقات، المقاهي ملأة بالشباب، كم تضيع من الأوقات، كم تضيع من... يعني لو أخذنا غير مباراة واحدة، مباراة واحدة كم من دقيقة بلا ما تأخذوا يعني الوقت الفعلي ديال المباراة، لأنه يهيئ نفسه لها، يغدو إلى المقهى لكي يأخذ مكانا و ينادي يعني على المشروب وكذا، وخصو يبقى. وإذا كانت المباراة والتاني فيها أشواط إضافية يعني أيضا خصو يبقى يكمل، وبعد ذلك يجلس مع أصحابه ليناقش النتيجة. هذه مسألة مهمة، لا بد درنا كذا وغلبناكم وغلبتونا وغادي نغلبكم مرة أخرى. فضاعت أعمار الشباب في هذا. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. أدركت أقواما كانوا كيحرصوا على الوقت أكثر من الحرص ديالكم أنتم على الدراهم والدنانير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. هذه الندمة الكبيرة عند سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه، من اللي كتغرب الشمس ومشى هذاك النهار ما بقيش يرجع، نقص الأجل وما تزادش العمل، نقص الأجل وما تزادش العمل. إذن هذه الندمة الكبرى، حينما يمضي عليك يوم لا تتقرب فيه إلى الله عز وجل. كان بعضهم يقول: إذا اغتممت بما ينقص من مالك فابكي على ما ينقص من عمرك. إذا اغتممت بما ينقص من مالك، يعني هذه طبيعة الإنسان، يعني مثلا إلا خسر في شي تجارة كذا كيبكي ويقيم مأثما وعويلا، لكنه إذا نقص شيء من عمره فإنه لا يبكي بل يفرح. كيقول لك: وراه دابا كذا، ويدير عيد الميلاد هو محتفل بانه راه دازت سنه من عمره، سنه اش فيها ما حقق فيها شيئا، ومع ذلك يفرح، يفرح بالايام يقطعها، وكل يوم يدنيه الى الاجل. هو راه كيقرب الاجل دياله، هو فرحان، لا يدري المسكين بان هذه الايام هي عمره. كما كان الحسن رحمه الله تعالى يقول: يا ابن ادم انما انت ايام مجموعه، كلما مضى يوم مضى بعضك، إنما أنت أيام مجموعة، أنت أيام شحال، كل واحد شحال فيه، هذا فيه ألف يوم، هذا فيه ألفين يوم، هذا فيه 3000 يوم، هل يوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث تكاد توصل للنهاية، ثم ينادى عليك فتجيب ولا تستطيع أن تمتنع. إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم فقد مضى بعضك. يقول أبو بكر بن عياش: إن أحدكم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول: إنا لله ذهب درهمي، ولا يقول: ذهب يومي ما عملت فيه. مشى لي فلوسي، ولكن ما كيقولش مشى لي عمري،
مشاهد اليوم اش درت فيه؟ ما درت فيه ولو لا يتأسف على ذلك. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. إن الليل والنهار يعملان فيك، يعني معنى يعملان فيك، يعملان فيك هدما. الليل والنهار راه كينقصوا لك من العمر ديالك، كينقصوا منك، فاعمل أنت فيهما. إذن عمرهما بالطاعة حتى تخرج كفافا لا لك ولا عليك. إذن هناك يعني أمور كثيرة جدا يعني في المسألة كذا، قضية فتنة النساء التي انتشرت، وطبعا العلاج مشهور ومعروف. الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب أصالة، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والإنسان يجتهد في قضية الزواج ويجتهد في قضية الكسب حتى يستطيع أن يفتح بيتا وأن يقيم أسرة. وأيضا أولياء الأمور ينبغي أن لا يكون فيهم طمع ولا جشع، وأن يقبلوا الرجل الصالح إذا كان صاحب دين وصاحب خلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. الآن يعني الشاب مثلا كيكون عنده شي شوية قاضي الغراض، يعني يمكن ينفق على المرأة ويمكن يسكنها وكذا، لكن الناس يعني عندهم طموحات كثيرة. اللي عنده شي بنت بحال أن يبغى يجري شي صفقة مربحة، يقول لا خصنا كذا وخصنا في الصداق كذا وخصنا تسكن بوحدها وخصنا كذا وما تكونش الدار ديال الكرا وما تكونش كذا وما تسكنش معها النسيبة، وكيشترط شرائط كثيرة. أش كيوقع؟ يعني يتأخر الزواج، ربما تصير الفتاة إلى العنوسة، ربما تتزوج صاحب المال فيظلمها ثم يطلقها، فكيولي الفساد العريض. فساد العريض الذي تكلم عنه النبي نراه الآن منتشرا في القرى والمداشر، في السهل وفي الوادي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نبه إلى هذا الأمر، القضية ديال العلاج ديال فتنة النساء، لأن فتنة في الحقيقة يعني من أكبر الفتن. فأمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أمر بالابتعاد عن خلطة النساء، وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن، ويشهد له قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ بالنساء فجعلهن من حب الشهوات، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع، إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك. قبل ما يذكر قناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة وكذا، بدأ بالنساء، زين للناس حب الشهوات من النساء. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن هذا وأن يجتهد في تقوى الله عز وجل وفي طاعته. إذن هو في الحقيقة الموضوع موضوع طويل جدا، وتناوله يحتاج إلى أوقات كثيرة، ويحتاج إلى ترتيب، ويحتاج إلى يعني التهيئة يعني معينة، ولكن يعني لعل فيما ذكرت يعني شيئا من النفع وشيئا من الهداية لمن أراد الله عز وجل له أن يهتدي وأن ينتفع. فأسأل الله ربي جل في علاه أن ينفعني وإياكم بما قلنا في هذا المجلس المبارك، وأن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لي ولكم الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.